بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد يسعد أو يسعد أنه يكون في بطولة بهذا الحجم، حضور خليجي مميز، مستوى فني عالي، أجواء فعلا أجواء بطولية. مؤكد أن كل فريق أو كل بعثة جاية للقطر تشارك بطولة الخليج مؤكد أنه لهم أهداف. أنا أتمنى من جميع الفرق أنها حققت أهدافها، من جميع المدربين أنهم حققوا الأهداف اللي هم يبغوها. لنا احنا كفريق سعودي ولله الحمد يعني حققنا الشيء اللي احنا نبحث عنه، مستوى فني متميز نبحث عن. تعرف البطولة السنة هذه سنة بطولات عالم بالنسبة للناشئين وبالنسبة للعموم. الحمد لله يعني الأزمنة اذا ما اللاعبين اللي ما حققوا النتائج الارقام التأهيلية وصلوا او لامسوا للارقام، النتائج بالنسبة لنا كفريق الحمد لله مرضية. احنا سعيدين، انا شخصيا سعيد اني متواجد هنا في الدوحة. اتمنى التوفيق لنا ولجميع المشاركين ان شاء الله في هذه البطولة. موفقين.